حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا عبر وكالة جي ميديا الإعلامية في هذه التغطية. كما تشاهدون هذا هو التجمع الكبير الذي يحدث في هذه اللحظات على دوار سليمان الفارسي إلى الشمال من بلدة حوارة، حيث تجمع لعدد كبير من المستوطنين في هذه اللحظات لمحاولة اقتحام بلدة حوارة على إثر العملية التي وقعت عند أذان المغرب في بلدة حوارة، والتي أدت لإصابة ثلاثة جنود من جيش الاحتلال. الآن المستوطنين يحاولون اقتحام المنطقة، يحاولون التقدم نحو بلدة حوارة لمحاولة إحراق البلدة، وكما حدث في المرة السابقة تجمهر لقطعان المستوطنين في هذه الأثناء، وكما تشاهدون حواجز لجيش الاحتلال وللشرطة لمنع تقدم المستوطنين في هذه اللحظات، حالة من الغليان هنا في بلدة حوارة تشهدها البلدة. هناك دعوات من قبل الجماعات الاستيطانية، شبان التلال وجماعات تدفيع الثمن للنزول إلى بلدة حوارة لإحراقها، كما حدث في العملية أو العمليتين السابقتين هنا في بلدة حوارة. كما تشاهدون الآن تجمع لعدد كبير من المستوطنين، ما يزيد عن 200 مستوطن في هذه الأثناء يتجمع هنا على دوار سليمان الفارسي، وأيضا بدء الحشد من أجل الاقتحام أو اقتحام البلدة لإحراقها. قبل قليل تابعنا محاولة عدد من المستوطنين اقتحام بلدة حوارة، وربما تكرار الهجوم الذي تمت على البلدة في الفترة الماضية والذي تسبب بإحراق عدد من منازل الأهالي وممتلكاتهم. بس السيارات شيء رهيب.
تلفزيون فلسطين وتلفزيون الغد ده بيجسه مباشر هنا. تلفزيون الغد بيجسه. يعني أحضر على التلفزيون وسكاه مباشر. إذن مشاهدينا الكرام عبر وكالة جي ميديا الإعلامية، حياكم الله في هذه التغطية المتواصلة هنا من بلدة حوارة، حيث تجمع لعدد كبير من المستوطنين في هذه اللحظات محاولة للاعتداء على أهالي البلدة في هذه الأثناء، كما تشاهدون الصورة التي تشرح الوضع القائم هنا في بلدة حوارة على إثر العملية التي وقعت. كما تشاهدون تجمهر لعدد كبير من سيارات المستوطنين الذين وصلوا إلى بلدة حوارة من أجل الاعتداء على أهالي البلدة، كما حدث في قبل حوالي شهر من الآن على إثر العملية التي وقعت والتي أدت لمقتل 2 من المستوطنين. إذن الاحتلال في هذه الأثناء يحاول يعني الانتشار بشكل كثيف في هذه اللحظات لمحاولة لإبعاد أو صد المستوطنين عن هذه عن أهالي أو عن منازل المواطنين في هذه اللحظات، بعد دعوات من قبل الاتحاد الأوروبي وأيضا المبعوث الأممي لحقوق الإنسان والأمم المتحدة الذين دعوا الحكومة الإسرائيلية لضبط الأنفاس ومنع أي اعتداءات على أهالي بلدة حوارة. كما تشاهدون في هذه الأثناء استمرار للتجمهر والاعتداء من قبل المستوطنين. أنا جوا حوار يا زلمة.
إذن في هذه الأثناء بدء تقدم المستوطنين ومحاولة المرور من بين الأشجار في هذه اللحظات كما تشاهدون في هذه الصورة. إذن المستوطنين إذن في هذه الأثناء مجموعة من المستوطنين في هذه اللحظات تحاول اقتحام بلدة حوارة. إذن في هذه الأثناء مجموعة من المستوطنين تحاول الاقتحام في بلدة حوارة. إشعة الليزر من قبل القناصة الإسرائيلية التي توجه في هذه اللحظات تجاهنا بشكل مباشر من قبل جنود جيش الاحتلال، محاولة لمنع المستوطنين من الوصول إلى داخل هذه البلدة. إذن مجموعات من المستوطنين في هذه الأثناء تحاول اقتحام البلدة من بين الأشجار كما تشاهدون، لربما تشاهدون في هذه الصورة بعض المستوطنين الذين يحاولون اقتحام البلدة في هذه الأثناء. إذن هناك دعوات الآن، هناك دعوات من قبل المواطنين لصد هذه الهجمة لقطعان المستوطنين في هذه اللحظات. إذن هناك دعوات لصد هذه الهجمة من قبل المستوطنين. إذن ما نشاهده الآن بدء مجموعة من المستوطنين في محاولة للوصول إلى بلدة حوارة من بين الأشجار، لكن على ما يبدو أن الجيش حاول منعهم وصدهم عن هذا الاقتحام، لكن لا يزال الاقتحام مستمر، لا يزال عدد من الشبان في هذه أو عدد من المستوطنين في هذه الأثناء يصلون إلى هذه المنطقة كما تشاهدون. بين كل لحظة وأخرى يحاول مجموعة من المستوطنين الدخول والعربدة هنا في بلدة حوارة كما تشاهدون، لربما في هذه الصورة والتي يحاول المستوطنون في هذه الأثناء الوصول إلى داخل بلدة حوارة وإلى الأهالي، ومحاولة
للاعتداء على منازل المواطنين. التجمهر وحاشد لقطعان المستوطنين على دوار سليمان الفارسي، وفي هذه الأثناء هناك دعوات من قبل الجماعات الاستيطانية بالتوجه نحو بلدة حوار والاعتداء على الفلسطينيين وأيضا على باقي القرى جنوب مدينة نابلس. الاعتداء لا يزال مستمر، وحجم الهجمة الشرسة التي ينفذها الاحتلال ومستوطنيه في هذه الأثناء هنا على بلدة حوارة تعيد للأذهان ما حدث قبل حوالي شهر من الآن، حيث تجمهر عدد كبير من المستوطنين وقاموا بالاعتداء على أهالي بلدة حوارة، إحراق لعدد من المنازل وأيضا للمنشآت التجارية وأيضا العربدة داخل البلدة، إغلاق وحواجز وأيضا محاولات وحواجز تفتيش، محاولات لمنع تحرك المواطنين أو فتح المحال التجارية في بلدة حوار تشهده منذ غروب الشمس لهذا اليوم حتى هذه الساعة، على وقع العملية التي أدت لإصابة 3 جنود. نتحدث عن 3 عمليات حدثت في غضون أقل من شهر، 3 عمليات هنا في بلدة حوارة، بلدة حوارة التي تشهد منذ العملية الأولى ثكنة عسكرية كبيرة لجيش الاحتلال، والذي يحاول التأمين من خلالها تأمين تحرك المستوطنين ويحاول منع أي وصول أي فلسطيني إلى المواطنين. إذن حجم الاعتداء كبير، وبلدة حوارة تشهد في هذه الأثناء هجمة شرسة من قبل الاحتلال. إذن مشاهدينا الكرام، كاميرا جي ميديا ترصد حجم الاعتداء المستمر من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال على بلدة حوارة إلى الجنوب من مدينة نابلس في هذه الأثناء. تجمهر واستمرار الحشد للمستوطنين هنا على دوار سليمان الفارسي لمحاولة الاعتداء على المواطنين في بلدة حوارة. عشرات المركبات التي وصلت إلى هذا الدوار لمحاولة الاعتداء على
المواطنين، حجم كبير من المستوطنين، مئات المستوطنين لربما وصلوا إلى هذا المفرق في هذه اللحظات، ما يسمى بيتسار أو سليمان الفارسي إلى الشمال من بلدة حوارة أو جنوب مدينة نابلس. هذا يعني هذه الهجمة التي تشهدها بلدة حوارة منذ حوالي شهر من الآن على إثر العملية الأولى التي نفذها عبد الفتاح خروشة أو الشهيد عبد الفتاح خروشة في بلدة حوارة، والتي أدت لمقتل 2 من المستوطنين، وبعدها العملية الثانية التي أصيب فيها مستوطن أو 2، وهذه العملية أو هذه هي العملية الثالثة للمقاومة الفلسطينية والتي أدت لإصابة 3 جنود إسرائيليين. Thank you.
موجودين
والله موجودين اليوم هذا الحارة هذا حارة هذا الحارة يوم يوم شباب زيهم صار مصاري بلغوا على الكروب يلا تعال إذا مشاهدينا ومتابعينا عبر وكالة جي ميديا الإعلامية حياكم الله مستمرون معكم في هذه التغطية من هنا من بلدة حوارة لما يجري حتى ساعات ما بعد الليلة هنا في بلدة حوارة والاعتداء المتواصل بحق أهالي البلدة بقبل المستوطنين. إذن الاعتداء لا يزال مستمر كما تشاهدون محاولة لتفلت عدد من المستوطنين ومحاولة للوصول إلى منازل المواطنين في بلدة حوارة من أجل الاعتداء عليهم تجمهر لعدد كبير من آليات الاحتلال والجيش لمحاولة صد هذا الاقتحام من قبل المستوطنين. الاعتداءات لا تزال مستمرة على أهالي بلدة حوارة على ما يبدو أن الساعات القادمة ستحمل في طياتها العديد من المفاجآت سيما وأن المستوطنين لا يزالون يحاولون التجمهر هنا على دوار سليمان الفارسي كما تشاهدون في هذه الصورة.
إذن في هذه الأثناء محاولة لتفلت عدد من المستوطنين ومحاولة للهجوم على منازل المواطنين في بلدة حوارة، كما تشاهدون عبر الصور التي تنقلها كاميرا جي ميديا في هذه الأثناء هنا في بلدة حوارة وبالقرب من دوار سليمان الفارسي. نحن متواجدون على أحد أو على إحدى البنايات المطلة على هذا الحاجز، وكما تشاهدون محاولة للتفلت عدد من المستوطنين في هذه الأثناء نحو الحاجز في كما تشاهدون لربما في هذه الصورة، ومحاولة لوصول أو للوصول للمنازل من قبل المستوطنين، محاولة أو محاولات مستمرة حتى الساعة هنا في بلدة حوارة. بشيشي بزعبروا على الفاضي. اما قبل كنت بزعر ابو سند روح لفت عند الجدار تبع الجسر لفت بلاوي فيه الشارع فوق البيجي دوار فوق البيجور وتحت دوارين
كلهم ابو نظر يعني شو يعني شو يعني شو يعني شو أنا وخالد أنا والله بدي أروح على هاي الزكاة شمرت في حوار في إيش في البلد؟ إذن مشاهدينا ومتابعينا عبر وكالة جي ميديا الإعلامية في هذه التغطية المستمرة من بلدة حوارة، حياكم الله، مستمرون معكم في نقل هذه الصورة لما يجري عند دوار سليمان الفارسي في هذه الأثناء، وحجم الاعتداء ومحاولة تفلت عدد من المستوطنين لاقتحام بلدة حوارة في هذه اللحظات، والاعتداء على المواطنين، انتشار واسع لجيش الاحتلال وتجمهر كبير في هذه الأثناء، ومحاولة لتقدم المستوطنين واقتحامهم لبلدة حوارة. كما تشاهدون في هذه الأثناء حجم الهجمة والاعتداء الكبير الذي تشهده بلدة حوارة في هذه اللحظات. شو بحش؟
بخير. هناك على التفتيش وين مصلحتك؟ مش عليها بس طول صار والله بلش يتفلت يا جماعة خلينا خلص يا عطا سيش عطا Thank you.
إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام عبر وكالة جي ميديا الإعلامية، حياكم الله، مستمرون معكم في نقل هذه الصورة هنا من بلدة حوارة. كما تشاهدون احتشاد لعدد كبير من المستوطنين في هذه الأثناء، محاولة لاقتحام بلدة حوارة والاعتداء على أهالي البلدة. إذن انتشار واسع للجيش الإسرائيلي عقب تنفيذ هذه العملية التي أدت لإصابة 3 مستوطنين. نتحدث عن 3 عمليات في غضون أقل من شهر هنا في بلدة حوارة، رغم التجديدات الأمنية الإسرائيلية التي تحيط في بلدة حوارة والتي لا تزال مستمرة منذ قرابة الشهر على إثر العملية التي نفذها عبد الفتاح خروشة من بلدة أو من مخيم عسكر، والتي أدت إلى مقتل 2 من المستوطنين. اليوم الاحتلال يغلق ويحكم الطوق على بلدة حوارة. بلدة حوارة عبارة عن ثكنة عسكرية مغلقة في هذه الأثناء ومنذ تنفيذ هذه العملية. أمس تم فتح المحال التجارية ليتم إغلاقها في هذا اليوم بشكل همجي والاعتداء على المواطنين فور تنفيذ العملية التي أدت لإصابة 3 جنود إسرائيليين. الاحتلال لا يزال ينتشر، وفي هذه الأثناء استمرار للاعتداءات الاستيطانية على أهالي بلدة حوارة، وهناك دعوات للوصول للبلدة من قبل الجماعات الاستيطانية التي تنتشر أو التي تدعو إلى الانتشار بشكل مكثف والاعتداء على الفلسطينيين. حجم الدمار وحجم الهجمة الشرسة التي ينفذها المستوطنين برفقة الجيش الإسرائيلي في هذه الأثناء هنا في بلدة حوارة تكاد تكون كبيرة، لكن على ما يبدو هناك دعوات من قبل مؤسسات دولية والأمم المتحدة بضبط الأنفاس ومنع تحرك الفلسطينيين، منع تحرك المستوطنين نحو المنازل الفلسطينية. الاعتداء لا يزال مستمر، وحجم الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال ومستوطنيه على أهالي بلدة حوارة في هذه الأثناء لا تزال مستمرة.